بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل مسيرة نجوم المستقبل وسن الحقائق، حيث ننطلق مع الأشواط المسائية في هذا اليوم، ثاني أيام هذا المهرجان الغالي، مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه، حيث تنطلق في هذه اللحظة وينطلق شوط خاص بالقعدان، الشوط الرابع ضمن هذه المسيرة المسائية. جائزة الشوط سيارة إخواني المتابعين، والمركز الأول في صدارة الشوط، هذا الشعار البرنس، ينطلق بالمركز الأول صوغان جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، المركز الثاني يتواصل الفايز علي بن راشد بن علي آل بريص المري، والمركز الثالث وصول هياض سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، والمركز الرابع للطام يصل بالمركز الرابع بريك بن محمد بن بريك المري، مع رابع المراكز ينطلق للطام. المركز الخامس هنا يتواجد شعار القريصي، نعم مياس جابر بن علي بن حمد القريصي المري على المركز الخامس. هذه المراكز الخمس المندفعة في أول نداء وأول انطلاقة، المراكز الخمس المندفعة والمنطلقة نحو السيارة، نحو الناموس الغالي في هذا المهرجان، نحو الناموس في مساء هذا اليوم، مساء مميز، مساء رياضي مميز في هذا الميدان، ميدان الشحانية. يا سلام، المركز الأول، المركز الأول هنا شعار البرنس ينطلق بالمركز الأول رقم 16، هذا هو صوغان جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابل مع المركز الأول ممثل الشحانية في هذا الشوط. المركز الثاني، على المركز الأول، المركز الثاني يحمل الرقم 54، المركز الثالث ينطلق الفائز علي بن راشد بن علي آل بريص المري، والمركز الرابع يتواصل برابع المراكز هنا في هذه اللحظة مرهف سعيد بن راشد بن محسن بن بعيران المري، على المركز الرابع. المركز الخامس هنا شعار بريك، على المركز الخامس ينطلق للطام في هذا المساء باحثا عن تحقيق ناموس بريك بن محمد بن بريك المري، معلنا حضور للطام صاحب الانجازات، هذا القعود عنده انجازات ورصيده، حافل بالانجازات، يطمح في تحقيق ناموس في هذا اليوم. الله يوفقه، الله يوفقه، يوفق الاخوان المشاركين، يوفق كل من شارك، كل من حضر، كل من تعنى وحضر إلى ميدان الشحانية باحثا عن تحقيق ناموس في هذا المهرجان الغالي. يا سلام، لوحة واحد ونصف كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، ولا زالت الأمور مع شعار جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، هذا الشعار الكبير ينطلق بالمركز الأول، صوغان على المركز الأول وعلى الصدارة منطلقا ومندفعا، ولكن حضورها ملول في هذا الموقف بعد تجاوزنا للوحة الكيلو ونصف الكيلو، هملول عبد الله بن علي بن محمد الشالولي بالمركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام، مشغل حمود بن سعيد بن حمود العفاري مع المركز الثالث ورابعا، يحتل في هذا الموقف مرهب سعيد بن راشد بن محسن بن بعيران المري، وتدخل لاسم جديد وانطلاق بندر صالح بن حمد بن سعيد بن قطي المنصوري على المركز الرابع، ويتأخر قليلا في هذه اللحظة مرهب سعيد بن راشد بن محسن بن بعيران المري، وهذه لوحة الكيلو متر الأخير افتتحناها، افتتحنا الكيلو متر الأخير، ولا زالت القيادة والصدارة مع شعار جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. البرنس يقود الأسماء ممثلا لأبناء الشحنية، يقودها منطلقا مع صوغان صاحب سجلات حافلة هذا القعود، هذا هو صوغان ينطلق، ينطلق في هذه المسيرة معلنا حضوره، ولم يذق طعم الهزيمة أبدا هذا القعود، هذا هو ينطلق نحو السيارة، ينطلق معلنا شعار البرنس، حضوره في هذا المساء الرياضي في هذا المهرجان الغالي كعادة هذا الشعار، يحضر ممثلا لأبناء الشحنية سواء هنا أو في دول مجلس التعاون الخليجي في الوثبة وفي المرموم. يا سلام، تهاني
ثمانين. أولا للبرنس على ما قدم، وتهنئة أيضا لعقيل كلهم على فوز صوغان. تهانينا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت على فوز صوغان وحصوله على السيارة. تهانينا أبو محمد على هذا الفوز، تهانينا والناموس. المركز الثاني بندر على المركز الثاني لصالح بن حمد بن سعيد بن قطي المنصوري. المركز الثالث يصل الفارس سلطان بن فهد بن عبد الله الشمري. المركز الرابع هملول عبد الله بن علي بن محمد الشالولي. المركز الخامس معاند سند بن خميس بن خليفة بن خميس العمري. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون لشعار البرنس في هذا الشوط، حصوله على السيارة حصولي صوغان لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. التوقيت الزمني لحظة وصول صوغان إلى خط النهاية، 5 دقائق 55 ثانية، 25 جزء من الثانية. توقيت مميز جدا جدا. تهانينا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل الناوت على فوز صوغان بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني بندر لصالح بن حمد بن سعيد بن قطي المنصوري. بندر وصل بتوقيت زمني 5 دقائق 59 ثانية، 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل الفارس لسلطان بن فهد بن عبد الله الشمري. توقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية، 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.